التقى السيد عادل بن عبد الرحمن العسومي رئيس البرلمان العربي بمعالي السيد أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية بمقر الجامعة بالقاهرة. وأشاد أبو الغيط بالجهود الكبيرة التي يقوم بها حضرة صاحب الجلالة ملك مملكة البحرين المفدى حفظه الله ورعاه في أمن واستقرار المنطقة ودعم العمل العربي المشترك وتعزيز التكامل والتعاون العربي في مختلف المجالات، مؤكدا في الوقت ذاته على محورية الدبلوماسية البحرينية التي اتسمت على مدار عقود بالاعتدال والتوازن ودورها الريادي في ترسيخ العلاقات الدولية بين مملكة البحرين والدول الأخرى. وأشاد أبو الغيط بالدور الكبير لجلالة الملك وقيادته الحكيمة في دعم وحماية وصيانة الأمن القومي العربي من خلال سياسة المملكة الخارجية والتي تتسم بالتوازن والحكمة والتي رسخت مكانتها وعززت حضورها الفاعل في محيطها العربي الإقليمي والدولي، معربا عن اعتزازه وتقديره بالمواقف المشرفة للمملكة في الدفاع عن الأمة العربية، مثمنا في الوقت ذاته ما حققته مملكة البحرين من إنجازات في كافة الميادين.